في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الرابع والعشرون في سباق هذا اليوم، الشوط الثاني لفئة القعدان من مسافة 1200 متر، اللي في أول المراكز زادو شاهين لسيد مبارك بن راشد العاوي مع شاهين في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز زادو عسيلان لسيد ناصر بن راشد مبارك الحبابة الهاجري مع عسيلان في ثاني المراكز، ثالث المراكز زادو الشهم سيد محمد بن سعيد بن قحيز المري، ولكن روح لشاهين طار شاهين الى الحفل الكريم، هذا شاهين لسيد مبارك بن راشد العاوي في اول المراكز، شاهين انتزع المركز الاول لسيد مبارك بن راشد العاوي، هذا شاهين الى الحفل الكريم كما تشاهدونه على شاشه التلفزيون في اول المراكز، ثاني المراكز ثاني المراكز هذا الشهم السيد محمد بن سعيد بن قحز المري في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز واصل في هذه اللحظات شاهين للسيد علي بن راشد آل فيدان في هذه اللحظات في ثالث المراكز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون، ولكن هذا شاهين يدعو منك يا شاهين للسيد مبارك بن راشد العاوي في اول المراكز كما تشاهدون على شاشه التلفزيون، هذا التميز، اما اللي واصل في ثاني المراكز هذا شاهين للسيد علي بن راشد بن فيدان المري في اول في ثاني المراكز، ولكن هذا شاهين للسيد مبارك بن راشد العاوي انتزع المركز الاول نقول ثانينا والناموسه في ثاني المراكز شاهين للسيد علي بن راشد آل فيدان، وفي ثالث المراكز وصل الى الحفل الكريم الشهم لسيد محمد بن سعيد ابن قحيز. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقة 49 ثانية 15 جزء من الثواني، تهانينا والناموس للاخوة الفائزين.